النتيجة والتمكن من الثلاث المراكز وإعادة التوقيت الزمني. شكرا لمخرجنا، شكرا لكل زملائي، تهانينا وناموس للجميع. أشواط تتواصل والزملاء في عربة النقل يتواصلوا. يا كريم العطايا طالبك يا كريم، تحفظ الدار بمرك يا عليم النوايا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم من أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثاني عشر. نسير وننطلق مع هذه الشعارات ومع هذه الأسماء، ننطلق مع المركز الأول، ننطلق مع هوايا حمد بن خلفان بن محمد المزروعي، ينطلق مع هوايا ثاني المراكز وثاني التحديات. وصلت هنا نشوة سعيد بن محمد بالرصاص العامري المنصوري، هنا ينطلق في ثاني المراكز، ثالثة المراكز. وصلت هنا الشاهنية أحمد بن راشد بن حميد الدرعي، وفي رابع المراكز ورابع المنطلقين هناك وصل شعار السيد في رابع المراكز. وصل هنا شعار السيد سلطة، هنا ثويني بن زويد بن رغش بن سالم الجحافي ينطلق هنا في ثالث المراكز أو رابع المراكز. وصلت هنا مصيحة عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي، وفي رابع خامس المراكز وخامس التحديات. وصلت العين عبد الله بن سالم بن سعيد العامري، هنا ينطلق في خامس المراكز. نداونا الأول أتممناه على حضراتكم، ونعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة. نعود هنا مع هواية حمد بن خلفان بن محمد المزروعي ينطلق، ولكن حصل تغيير وانطلق هنا أحمد بن راشد بن حميد الدرعي، ينطلق مع الشاهنية وفي ثاني المراكز وثاني المنطلقين. وصلت مصيحة عبيد بن مبارك بن عبيد الكتبي، وفي ثالث المراكز وثالث التحدي. الله الله، وصل هنا شعار السيد عبد الله بن سالم بن سعيد العامري، ينطلق في ثالث المراكز وغيرت إلى ثالث المراكز رابع المراكز. وصلت هنا درعة محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، وفي خامس المراكز هناك وصول من شعار السيد 53. وصلت هنا جبارة جابر بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، ولكن نعود مع التحدي الأول ومع الصراع الأول. الله الله، يا المركز الأول الشاهنية أحمد بن راشد بن حميد الدرعي، وفي ثاني المراكز وثاني المنطلقين. وصلت درعة محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، وفي ثالث المراكز من الجانب الآخر مصيحة عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي، وفي رابع المراكز العين وعينها على الصدارة. هنا عبد الله بن سالم بن سعيد بن دربش العامري، هنا ينطلق في رابع المراكز خامس المراكز. يا السلام، وصل هنا شعار السيد سعيد سعيد بن عثب الخزع العامري، ينطلق هنا في خامس المراكز. ووصلت الشعارات المنطلقة. الله الله، ولكن أعود مع اللي غيرت وانطلقت مصيحة عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتبي، ثاني المراكز وثاني التحديات الشاهنية أحمد بن راشد بن حميد الدرعي، ثالث المراكز ثالث التحديات درعة محمد بن جعفر بن مرخان. ولكن اللي غيرت من الجانب الآخر وعينها إلى الصدارة. الله يا نصوح سعيد هنا بالعثة بالخزع العامري، هنا ينطلق غير مع نصوح. الله يا بالعثة العامري، الله انطلق مع المركز الأول وانطلق مع نصوح ثاني المراكز وثاني المنطلقين. مصيحة عبيد بن مبارك بن عبيد الاكتب
رابع المراكز ورابع التحديات الشاهنية أحمد بن راشد بن حميد الدرعي، ولكن الله يلي من الجانب الآخر في خامس المراكز هناك المنطلقة. وصل هنا شعار السيد، وصل هنا شعار السيد حمد بن علي بن حمد القريس المري، ولكن وصل هنا من يحمل الشعار يحمل رقم 40 هنا راهية قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي، ولكن أعود مع المركز الأول ومع الصدارة نصوح سعيد بالعثة بالخزع العامري. ينطلق هنا أهالي مصانع الجنوب ينطلقون مع المركز الأول ومع الصدارة، ثاني المراكز راهية قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي، ولكن الله الله رسائل وصلت، رسائل محمد بن نافع بن مبارك الشدي المنصوري، ولكن الكيلو الأخير والكيلو الخطير كيلو الأوامر، الله 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 وصل هنا بالعثة مع الكيلو الأخير هنا نصوح سعيد بالعثة بالخزع العامري، ثاني المراكز وصلت راهية قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي، وهناك المنطلقة رسائل محمد بن نافع بن مبارك الشدي، الله 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 يلي غيرت وانطلقت راهية قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي 600 متر أخيرة، الله يا الشامسي هنا مع الصدارة ومع المركز الأول، ولكن رسائل الشدي الشدي وهنا الشامسي اللحظات الأخيرة، الله راهية راهية هنا المنطلقة راهية، ولكن رسائل رسائل وراهية وهنا الشامسي والشدي، ولكن الشدي غير مع رسائل محمد بن نافع بن مبارك الشدي، تهانينا والناموس وسلام عاصمة الميادين، سلام وسلام الوثبة سلام، واسعد الله صباحك يا الشدي، ومشكور يا الشدي على هذا الأداء التي تقدمه رسائل، اسعد الله صباحك يا ابو نافع، تهانينا والناموس للسيد محمد بن نافع بن مبارك الشدي على فوز رسائل، وهذه وصلها الى خط النهايه ثاني المراكز، هنا راهية قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي ثالث المراكز، وصلت هنا الظبي سعود بن علي بن خلفان بن سلطان الكتبي، نصايح في رابع المراكز سعيد بالعثة بالخزع العامري، وفي خامس المراكز 44 وصلت هنا الذيبة في خامس المراكز علي بن عبد الله بن محمد البطين، فتهانينا والناموس للسيد للسيد محمد بن نافع بن مبارك الشدي على فوز رسائل التوقيت الزمني. سبع دقائق واربعة وثلاثين وخمسة أجزاء من الثانية. ثانية المراكز هناك راهية قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي التوقيت الزمني. سبع دقائق وستة وثلاثين. تسعة أجزاء من الثانية فتهانينا والناموس. ثالث المراكز هناك الظبي سعود بن علي بن خلفان بن سلطان الكتبي التوقيت الزمني. سبع دقائق وتسع وثلاثين ثانية وسبع أجزاء من الثانية فتهانينا والناموس. وحيل الميكروفون للزميل محمد بن بريك المري، فتهانينا والناموس لجميع الفائزين.